من حقي كإنسان أنه أنا وعائلتي نلتم في أي مكان من العالم. نعم. اليوم نبحث عن وضعية لتسوية وضع الإنسان قبل أي شيء، قبل ما نخوض في أي شيء سياسي ولا في أي شيء. اليوم إحنا همنا هم الأول أنا وأولادي نتلاموا في مكان من العالم، نعم. يعني لأنه الحقيقة هذا شيء مؤسف. شنو يعني مقرر في المستقبل سي مصطفى؟ تبقى في موريتانيا، تحاول ترجع من جديد إلى تندوف، أنك تعيش في المغرب؟ شنو بالضبط الأمور اللي مقررها؟ شوف، أنا أولا قراري الأول أنه، وهذا نتيجة للظروف اللي تعيش اللي نعيشها في المخيمات، نعم. لأنه في المخيمات إحنا لا نملك، يعني مع أن حرية التنقل، يعني لا نملك جوازات سفر للتنقل. نعم. أنا عائلتي اليوم ما عندها وثيقة سفر، يعني هذا الهم الأول. يعني كيفاش أنا عائلتي تحصل على وثيقة سفر وتلقى إمكانيات باش تخرج من ثم؟ إذا أنا ما مسامح لي يدخل الأراضي الجزائرية، يسلموا لعائلتي وثائق سفر وشوفوا لها الطريقة اللي تخرج بها من أرضهم، وجزاهم الله خيرا. نعم. يعني لا أطلب منهم أكثر من هذا. بعد ما نحصل أن نكونوا ملتمين، يتم شمل العائلة، إحنا الحقيقة عندنا قضية نطلب من أجلها. نعم. يعني إحنا عندنا دور في هذا المشكل اللي ينقال المشكل الصحراوي. شنو في نظرك الأمور اللي ممكن أنك تديرها لصالح القضية، خصوصا بعد أسابيع وإن لم نقل شهور من الاختطاف؟ هذا الأمر بدل في قناعتك، أم أنه زاد رسخ القناعة بأن القضية قضية الصحراء في مأزق، وبأن الظروف الحالية خصوصا من طرف البوليساريو ما يمكنش تساعد في حلها؟ شوف، هم اثبتوا للعالم كل الشعارات اللي كانت تحملها البوليساريو، نعم. رغم اني لا اريد الان الخوض في هذه المواضيع، لانه فيه التزام، ما زال فيه التزام قائم بيني وبين الدوله الموريتانيه على انه الواحد الجانب السياسي اللي فيه احراج للدوله الموريتانيه يخليها لجانب، نعم. يعني ما يخوض فيه. ولكن انا اقول لك انه الصحراويين اليوم وصلوا لدرجه اللي لازم يتدخلوا هم من اجل حسم امورهم، لانه فيه يعني البوليزاريو اليوم ما عدنا فاهمين البوليزاريو وش هي. نعم. هل البوليزاريو هو مجموعه القاده؟ هل البوليزاريو هي الصحراويين؟ هل البوليزاريو هي الجزائر؟ يعني اليوم بغينا احنا هويتنا اليوم السياسيه احنا كصحراويين بغينا اليوم نخرجوها للعالم، للعالم يعرفها بشكل واضح، لانها ولات غير واضحه، نعم. غير واضحه. وبالتالي هذا الامر ولا حد باغيه، نقول لك في الاتجاه اللي فيه قتل البوليساريو في الجزائر، ما هم باغيين صورة الصحراوية الحقيقية تظهر للعالم، نعم. وتوقيفي أنا ومنعي من الدخول ويعني وممارسة هذه الضجة كلها ضدي هو في هذا الإطار. نعم. لأنه حتى الصحراويين في كثير من المدعين اليوم منهم صحراويين، طبعا بغينا اليوم كل واحد يثبت لنا أولا أنه هو صحراوي، نعم. ومن بعد ممكن يتكلم باسم الصحراويين او يناضل باسم الصحراويين او يحتج باسم الصحراويين او يحارب باسم الصحراويين، ولكن اولا عليه ان يعني يثبت انه صاحب الحق. نعم. وانت استاذ، الاشكال القائم اليوم انه نعم. الاشكال القائم اليوم انه الكثير ما عنده حق، ما عنده علاقة بهذا الموضوع، نعم. وهي الداعية التمثيلية. وهو الممثل، هو امام العالم يحسب انه هو الممثل، وانما انا نقول لك انه هو مغتصب حق، نعم. وكل ما حاولت انت صاحب الحق انك تاخذ حقك، تستعيد حقك، تسترجع سيادتك وحقك، يعني انت تصبح مجرم في نظره. نعم. وطبعا هو يملك وسائل الاعلام ويملك دعم دوله ويملك دعم من منظمات في العالم، نعم وبالتالي انت لا تملك شيء. نعم أستاذ، لو سمحت، يعني أنت منذ الإفراج عنك وتسليمك لمفوضية غوث اللاجئين التزمت الصمت ولم تصرح بأي شيء، لماذا هذا الصمت يا ترى؟ والله احنا اتفقنا، كان في اتفاق بيني وبين منظمه غوث اللاجئين وبين السلطه الموريتانيه نعم. حول هذا الامر، يعني حول هذا الامر انه في هذه المرحله كنا محتاجين نوع من التهدئه، وهذا طبعا طلب من البلد المضيف، من طلب من موريتانيا. وطبعا لما تكون ضيف يجب ان تحترم اجراءات المضيف، أكيد أكيد. وهذا الشيء اللي انا كنت ماشي فيه. اليوم انا صرحت التصريح اولا لاني نعرف انه عارف الحدود اللي انا ماشي فيها، حدود تصريحي. نعم. اصلا لا اريد الاثاره ولا اريد استفزاز اي احد مهما كان، نعم، إنما ولكن اريد ترغب في إثارة الانتباه إلى وضع إنساني قائم قبل ما يكون سياسي. بغيت ندير لفته للعالم انه انا انسان موجود في فراغ نعم. وعائلتي متشتته، يعني كلها في طرف، ليس بسببي، هذا ما هوش قرار اختياري،
وضعيه فرضت علينا كعائله. نعم بغينا نكون بغيت ننبه العالم انه احنا بغينا نعيش كيف كل العالم في وضعيه طبيعيه. ومن بعد الامور الاخرى بالنسبه لي اليوم هاي ضروريات. انت فاقد للضروريات لا يمكن انك تطالب بالكماليات. نعم ضروري اليوم ان انا الضروري اليوم اني بغيت نجاوبوا ابنائي، بغيت نجاوبهم جواب صريح ما نكذب عليهم. ابنائي لما اتصل بهم بالهاتف يقول لي بابا انت متى ستعود؟ متى ستاتينا؟ انا الان 9 اشهر لم اشوف ولادي. نعم نقول له ابني اني ما نقدر نجيك، يعني ما يفهمها. نعم نكذب عليه نقول له غادي نجيك غدا ولا نجيه غدا، يعني ابوه يطلع عنده ابوه كذاب. نعم اذا انا فيه هم، فيه هم اكبر من جميع الهموم. يعني هذا الهم الصغير انه هذه العائله تجتمع في مكان ما من العالم، الظروف طبيعيه، ومن بعد الامور الاخرى يعني يصبح عندها محل. هذا هو السبب اليوم، السبب اليوم خطب في الراي العام نعم المغربي والعالمي انه انا انسان موجود في وضعيه غير انسانيه بسبب ظروف قاهره خارجه عن ارادتي لم اختارها. نعم وبالتالي بغيت العالم يتدخل انه انا وعائلتي نجتمعوا. ما عندي مانع نجتمعوا في المخيمات، ما عندي مانع نجتمعوا في اي مكان. المهم هو لكن أنك الهم تجتمع بعائلتك. الهم اللي قلنا انا وعائلتي نجتمعوا ونقروا، نعم نقروا مصيرنا، نشوفوا احنا فين بغينا نمشوا. وشنو المطلوب من المفوضية غاوة اللاجئين في هذا الإطار؟ أنا شفنا بلاغ ديال لجنة التضامن معاك اللي أثار الانتباه واتهم المفوضية بالتماطل، بغينا نعرفوا إضافات في هذا الباب سي مصطفى. والله الحقيقة أنا أشكر المفوضية لأنها قامت بجهد. نعم يعني لا يمكن الواحد ينكر أنها بذلت جهدها في هذا الموضوع، بذلت جهدها أولا في إخراجي، نعم رغم أنها لقيت صعوبات باش تخرجت من المنطقة اللي أنا كنت فيها. نعم لأنه شهر ونصف وهم يحاولوا إخراجي من هذه المنطقة. وكان طبعا بسبب بسيط، السبب اللي عطل منظمة قوات اللاجئين، لأنه الجزائر وقيادة بوليداري بغاو يفرضوا على منظمة قوات اللاجئين أنه هذه المنطقة، لانهم انا لما اتفقوا مع غوث اللاجئين نقلوني الى منطقه صحراويه. نعم نقلنا مده 12 ساعه، درنا السفر مده 12 ساعه في الليل وجينا المنطقه، اكيد هذه المنطقه صحراويه انا اعرف. لما تم الاتفاق مع منظمة غوث اللاجئين نعم وقال لهم يليق تجوا عنده هون باش تستلموه. نعم حسب اللي عرفت فيما بعد انه منظمة غوث اللاجئين قالوا لهم انه احنا لا يمكن ان ندخلوا الاراضي ما هي تحت سلطه الدوله. نعم وبالتالي هذا انتم بغيتوا تخرجوا من هذا المشكل، السيد خرجوا للحدود الموريتانيه، احنا موجودين داخل عندنا تمثيليه في موريتانيا ومن هناك نستلمون. وبعد الموضوع في اخذ ورد، نعم يعني البوليساري تقول هاي مناطق الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، الاخرين يقولوا الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه دوله غير موجوده في الامم المتحده، احنا منظمه تابعه للامم المتحده لا يمكن نخالف القانون الدولي. بالتالي لا يمكن ان نعترف لاي حد بالسياده على منطقه هو وهذا الشيء غير موجود عندنا في الامم المتحده. نعم سي مصطفى لو سمحت، شنو خطابك او مطالبك او رسالتك الى الرأي العام الوطني والدولي كذلك؟ والله رسالتي الرأي العام المغربي بالدرجة الأول، نعم إنه بعد شكري الجزيل ولا يمكنني استيفاء شكر الشعب المغربي والسلطة المغربية للجهد اللي بذلوه من أجل إطلاق سراحي. نعم هو إنه هذه القضية الآن في مفترق طرق، لأنه العالم فيه صمت طوال هذه 35 سنة الماضية، هي أنا أسميها 35 سنة من الصمت، من الأحادية. العالم اليوم عالم ديمقراطية، يعني نعم. عالم تعدد الرأي، تعدد الأفكار، تعدد الأحزاب، وتعدد وجهات النظر، ولكنه يسمى كامل هو عالم واحد. نعم ما 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 هو ما هو ما هو ماشي اللي اعتنق فكرة يصبح هو من عالم آخر. اليوم احنا رسالتنا لجميع العالم هي التعايش، انه كل البشر ممكن يتعايش. وبالتالي نضالنا كلنا من اجل ان كل البشر يتعايش، ونبذ نبذ التطرف، ونبذ زرع الأحقاد، وإذكاء النعرات اللي فيه ناس عندها مصالح لإذكاء هذا النوع في الوقت اللي احنا الأرض واسعة ممكن تهزنا كلنا. نعم وبالتالي النضال الشعبي بالدرجة الأولى، لأن احنا ك ك احنا 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 ك ك كأشخاص في المشترك بيننا لا يمكن حصره. قد يختلف السياسة أهل الساسة، تلقى هذا حزب عنده وجهة نظر، هذا حزب عنده ليبرالي، هذا اشتراكي، نعم. هذا إسلامي، هذا، ولكن هم أحزاب شعب واحد، نعم أحزاب عائلة واحدة. هذه العائلة فيها واحد منهجه إسلامي، هذا منهجه اشتراكي، هذا منهجه ليبرالي، هذا كل واحد عنده منهج، ولكن هم أبناء رجل واحد. نعم ولكن النضال هو اللي يوصل للنتائج، هو اللي يطغى يغلب السياسيين.
السياسيين اللي عايش اسمه هو النضال الشعبي. نعم، ورسالتك إلى الصحراويين على وجه التحديد سي مصطفى. رسالتي للصحراويين، والله الحقيقة أنا باغي نوخرها، بغيت نوخر رسالتي للصحراويين. لأن رسالتي للصحراويين، تعرف الصحراويين احنا عندنا ثقافة شوي متميزة، ولغة التخاطب عندنا يعني كذلك متميزة، والمعاني اللي موروثة موروثنا ثقافة متميزة. نعم وبالتالي رسالتي للصحراويين انه اعطيهم بها مثال بسيط. ان الاشخاص اللي جاوني واستلموني من غوث اللاجئين هو شخص من افريقيا الوسطى وشخص من تشاد. هذول الاشخاص لا يتكلمون العربية، ليسوا مسلمين، لا ينتمون لمجالنا الجغرافي، يعني لونهم ماشي لوننا، نعم نختلف معهم في كل شيء. ومع ذلك البوليزاري اللي يتمثل الان دائما نفسها هي سلطة الصحراويين، سلمتني انا لهذه الاشخاص نعم وسماتهم وسماهم جهه محايده. قدرت انا اتعايش مع شخص لا انتمي، لا اعرفه مسبقا ولا لا يربطني به اي شيء، واحنا الان نعم موجودين معايش في موريتانيا الاثنين بكل احترام، وعامل نعم من بعض المفوضيه بكل احترام. يعني المجتمعين في الجانب الانساني نعم هم لا يمثل، لا ما عندهم علاقه بالسياسه المنظمه. هذه منظمه غوث اللاجئين منظمه انسانيه. اليوم احنا الصحراويين نجد شخص واحد، مجموعه اشخاص دمروا شعبنا كله، نجد باش يكون واحد رئيس، والله باش يكون واحد وزير، والله والله يعني نجد اشياء تافهه، نجد مصلحه ثله يمشي الشعب الصحراوي كان ضحيه. لماذا؟ نعم ارض الصحراء تهز الملايين، احنا الصحراويين ما هم واصلين 200 الف. لو خممنا في تنميه منطقتنا، في العيش في منطقتنا، اليوم رانا مجتمع اخر. وبالتالي اليوم اريد من اخواني الصحراوي انهم يبحثوا، يديروا مراجعات اولا، لان يديروا مراجعات فكريه للمجلس اللي احنا ماشيين فيه. نعم يعني التفكير اللي كان في السبعينات، اليوم احنا رانا في 40 سنه من السبعينات، اذا اليوم تفكير ثاني، عالم اخر، اجيال اخرى هي الموجوده اليوم، الاجيال اللي كانت في ذاك الوقت ما هي الموجوده اليوم. نعم معطيات دوليه ثانيه جديده. اليوم باغي نديروا مراجعات فكريه، اللي مانع من قيام هاي المراجعات من اجلنا نوصلوا الحل السليم يخرجنا من المشكل اللي احنا فيه. اللي مانع هو من وجود قاده من النهار الاول الى يومنا هذا ما زالوا هما اللي ماسكين بالسلطه. نعم وبالتالي هذا استمرار لنفس التفكير اللي كان قائم في ذاك الزمن الى يومنا هذا. نعم نعم هذول الاشخاص هم اللي مسببين يعني الجمود اللي فيه مشكل الصحراء. نعم نعم على كل حال سي مصطفى سلمى والسيدي مولود، تكلمتي معنا من موريتانيا وكنت معنا ضيف على هذا اللقاء الخاص، شكرا جزيلا، ونتمناو في أقرب وقت أنك تسمع أخبار طيبة على أسرتك في مخيمات تندوف، ونتمناو لك الصحة والعافية، وشكرا جزيلا على استجابتك لهذا اللقاء. شكرا شكرا لك.